السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض كيك الشوكولاته بموس الشوكولاته الجميل جدا، طعم تحفه. في الخلاط حطيت كوبايه حليب على كوبايه الا ربع سكر، واخلطهم كويس قوي في الخلاط. هما كده اختلطوا كويس قوي يا بنات، واحط عليهم 3 بيضات ومعلقه صغيره من الفانيليا ومعلقه كبيره من الخل، واخلطهم كويس قوي برضو مع بعض. وهنا كنت حطيت كوبايه دقيق على نص كوبايه كاكاو خام، 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونزلت عليهم الخليط، وهبدأ احطهم في الصينية واحطهم في الفرن على درجة حرارة 180، هياخدوا حوالي نص ساعة. هنا هجهز الصوص اللي انا هسقي بيه. حطيت كوباية حليب، كوباية ونص حليب على 2 معلقة كبيرة كاكاو ومعلقة كبيرة نسكافيه، وهختبر كده الكيك بقت كويسة وشفتها لقيتها كويسة، اختبرتها بالعود بتاع الشيش طاووق، وهبدأ اسقي الكيك كلها بالصوص اللي انا عملته ده، وهسيبها لحد ما تبرد خالص. على ما تبرد هحط هنا كوباية حليب على اللي هو كيس من الكريم شانتيه اللي هو 150 جرام، وعليهم هنا كوباية من الشوكولاتة الخام انا سيحتها، وهخلطهم قوي، هضربهم بالمضرب كويس جدا لحد ما يتجانسوا مع بعض. وهبدأ احط موس الشوكولاتة فوق الكيك وهوزعه كويس قوي بنفس الشكل ده. وانا هنا سيحت شوكولاتة في الكيس يعني كأنها هزينها يعني بيها. جميلة جدا الطريقة دي يا بنات، جربوها هتعجبكم قوي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله، مع السلامة.